تنظيف الحذاء الرياضي. من المعروف أن الحذاء الرياضي الأبيض سرعان ما يتسخ، وعملية التنظيف تأخذ الكثير من الوقت وليست فعالة 100%، ولكن هنالك طريقة أكثر فعالية والنتيجة مضمونة 100%. أحضر معجون الأسنان وضع القليل منه على فرشاة الأسنان القديمة، وقم بتنظيف حذائك جيدا ومن كافة النواحي، ومن ثم دعه لفترة 15 دقيقة، وبعد ذلك قم بمسحه بالماء فقط، وسوف تحصل على حذاء نظيف كليا كأول مرة اشتريته. وبالنسبة لرباط حذائك لا مشكلة أيضا، فقط قم بنزعه ووضعه في كوب ماء بارد مع القليل من معجون الأسنان، نظفه قليلا وسوف تحصل على درجة النظافة المطلوبة. ها هو حذائك القديم أصبح جديدا كليا، وبإمكانك مشاهدة الفرق قبل وبعد التنظيف بمعجون الأسنان. الاستفادة من المغناطيس في الأمور البسيطة. يمكنك استخدام المغناطيس في أمور حياتك اليومية وبطريقة مفيدة، فيمكنك استخدامه في مطبخك لترتيب عبواتك بطريقة جميلة، وحتى في ثلاجتك لتثبيت المشروبات إذا كنت لا تمتلك مساحة كافية، وأيضا في حالة إسقاط علبة المسامير والقطع الحديدية يمكنك وضع المغناطيس خلف العبوة وجعلها تعمل مثل المكنسة الكهربائية. وبالنسبة للعبوات ذات الفوهة الضيقة والتي يصعب تنظيفها من الداخل، ما عليك سوى إحضار قطعة التنظيف وأخذ جزءا منها، ومن ثم إدخال مغناطيس صغير فيها وإغلاقها، وبعد أن تضعها في العبوة استخدم مغناطيسا آخر من الجهة الثانية وقم بتنظيفها بكل سهولة. اجعل حذائك الرياضي مقاوما للمياه. الكثير منا يواجه مشكلة تبلل الحذاء، وهذا يعني وصول الماء لأصابع قدميك وخسارة الحذاء، ولكن هنالك طريقة بسيطة تجعل حذائك مقاوما للمياه. أحضر شمعا طبيعي، ويمكنك استخدام شمع الإنارة، ومن ثم قم بتغطية كامل الحذاء بواسطة الشمع، وبعد ذلك قم بتمديده بواسطة مجفف الشعر لمدة دقيقة واحدة فقط، وبعد أن يجف الشمع سوف تحصل على حذاء مقاوم للمياه، والفرق واضح قبل وبعد استخدام الشمع، ولا حاجة لرمي الحذاء بعد ذلك في الأيام المطيرة. تقشير البطاطا والثوم والبيض المسلوق. حبات البطاطا المسلوقة شهية وتقشيرها أمر ممل، ولكن هنالك طريقة سهلة وفعالة لتقشيرها. ما عليك سوى تحديد البطاطا في الوسط بواسطة السكين، وذلك قبل سلقها، وبعد أن تنضج ضعها قليلا في الماء البارد، ومن ثم تصبح عملية التقشير أمرا ممتعا. أما بالنسبة للبيض المسلوق فالأمر بسيط أيضا، ضع البيض المسلوق في الكأس مع القليل من المياه، ومن ثم قم بهز الكأس قليلا، وها هي البيضة قد نزعت قشرتها بالكامل. وبالنسبة للثوم هنالك أيضا طريقة فعالة لتقشيره، قم بضغط رأس الثوم قليلا، وبعد ذلك قم بوضعه في عبوة مغلقة، ومن ثم قم بهزه جيدا وبقوة، وها هي حبات الثوم قد أصبحت منزوعة القشرة. حيلا بسيطة لجوالك. الكثير منا سقط جواله في المياه، ولكن هل هذا يعني نهاية الجوال؟ بالطبع لا، فما عليك سوى نزع البطارية وشريحة الاتصال من جوالك ووضعهم جميعا مع الأرز لمدة يوم واحد، وفي اليوم التالي سوف يعود جوالك للعمل مرة أخرى، لأن حبات الأرز تمتص المياه والرطوبة بشكل جيد. وأيضا إذا كان جوالك منخفض الصوت أو كنت تريد صوتا أعلى له، ما عليك سوى أن تضعه داخل إناء مجوف ليساعده على رفع مستوى الصوت.